طب صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى النشرة الصباحية التي نقدم لكم فيها أهم الأخبار السياسية، كما نستعرض معكم أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي ونتفاعل معكم من خلال مشاركاتكم اليومية. والبداية من العناوين. بعد يوم سوداني حاشد لم يخلو من المواجهات، الشرطة تكشف عن عصابات منظمة ومسلحة اندست في المواكب لاستهداف أمن العاصمة. في ذكرى حراك تشرين، متظاهرو العراق يطالبون بتطبيق العدالة للضحايا، وشيع السوداني يعرض تشكيلته الحكومية غدا على البرلمان. أما عناويننا الأخرى فيقدمها لكم الزميل الصحفي توني مزرعاني في غرفة الأخبار. يسعد صباحك يا توني. صباح خير هناك. إذن نورتينا اليوم، كنت عم بتغزل فيك تحت الهواء، عم بقول لك هاللون حلو. شكرا جزيلا من ذوقك يا توني. شكرا. إذن تفضل أبرز العناوين الأخرى لديك. شكرا لك. موقع إلكتروني يقدم خدمات متخصصة في تونس لترويج أبغض الحلال، والسلطات تتدخل بعد جدل كبير. أربعون يوماً على مقتل مهسا أميني، والتظاهرات مستمرة رغم قمع السلطات. ومشاهدينا، قبل الخوض في تفاصيل هذه الساعة نتوقف أولاً مع موجز لأهم الأنباء. أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في بيان لها منح شركة إنرجن الإذن لبدء الإنتاج في حقل غاز كاريش البحري. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إن الموافقة على بدء إنتاج الغاز جاءت بعد انتهاء الفحوصات الفنية. كما رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي إير لابيد بالخطوة بعد أيام من إعلان نيته توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان الخميس المقبل. نقل موقع يمني مونيتور عن مصادر مسؤولة أن السلطات الأمنية أغلقت ميناء المكلا بعد رصد طيران مسير يعتقد أنه تابع لميليشيات الحوثي، وأفاد الموقع بإطلاق نار بكثافة في محاولة لإسقاط المسيرات. بعد إعلان الرئيس الأوكراني عن تدمير ثلث منشآت قطاع الطاقة في بلاده جراء الضربات الروسية، حثت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي على التبرع بمزيد من الأموال والمعدات لدعم قطاع الطاقة الأوكراني. وقالت مفوضة شؤون الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمبسون إن الأمر يتعلق بحماية عشرات الآلاف من الأسر والمستضعفين قبل نهاية الشتاء. شدد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال لقائه وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني على ضرورة التصدي لكل أشكال الجرائم وضرورة احترام القانون. وأكد الرئيس التونسي أيضاً على ضرورة التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية التي تفاقمت في المدة الأخيرة وخلفت فواجع عديدة على غرار فاجعة جرجيس على حسب وصفه. أهلا بكم من جديد. وملفنا الأول من السودان، حيث تظاهر عشرات الآلاف يوم أمس إحياء للذكرى الأولى لإجراءات الجيش التي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وسارت مواكب كبيرة في شوارع عدة مدن سودانية تطالب بحكومة مدنية قادرة على إخراج البلاد من المأزق السياسي والأزمات الأخرى العديدة. وبعد أن قطعت شبكة الإنترنت قبل انطلاق التظاهرات، أفاد مراسل الحدث بعودتها لاحقاً وفتحت الشوارع أمام حركة السير، فيما بقيت بعض الجسور الرئيسية مغلقة. وأطلق عناصر الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين المتوجهين للقصر الجمهوري، فيما أفادت لجنة أطباء السودان المستقلة بقتل أحد المحتجين في أم درمان على إثر دعس من إحدى مركبات الأمن.
ومن جانبها اتهمت الشرطة جهات لم تحددها بالوقوف وراء إشعال العنف، وطالبت منظمي المظاهرات بكشف تلك الجهات. وردد المحتجون هتافات مناوئة لسيطرة العسكريين على الحكم في البلاد، ونادوا بتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة. هذا وأعلنت رئاسة الشرطة السودانية في بيان لها أن قواتها تعاملت خلال التظاهرات مع قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة، وأشارت الشرطة إلى جماعات منظمة ومسلحة اندست في المواكب، وأن ما حدث هو تأكيد لمعلوماتها السابقة بوجود جماعات منظمة ومتمردة ومتفلتة وخلايا نائمة تستهدف أمن العاصمة. وناشدت الشرطة في بيانها قادة الحراك بتحديد موقفهم مما وصفتهم بمزعزعي الأمن، وطالبت وزارة العدل والجهاز التشريعي بفرض إجراءات استثنائية لمواجهة تلك الجماعات وحسم الفوضى. هذا وعبر عدد من المتظاهرين في ذكرى إجراءات 25 التي نفذها قائد الجيش رفضهم أي تسوية سياسية مع المكون العسكري، رافعين شعار الحكومة المدنية. نحن من أبرز المطالب المطالبين بها في ذكرى انقلاب 25 أكتوبر اللي هو التنحي العسكر، إسقاط النظام إسقاط كامل ممنع جامل. التسوية نحن ضد التسوية، أي زول ده الجودة الليلة الموكب ده كله ضد التسوية، ضد أي اتفاقية تجيب لنا العساكر راجعين تاني، لأنه العسكر مكانه السكنات. عودة العسكر للسكنات وتحقيق كافة مطالب الثورة وحكومة مدنية كاملة الدسم، وإعادة شركات الجيش للحكومة لوزارة المالية. التسوية دي مرفوضة جملة وتفصيلا، نحن كشارع ما عندنا علاقة بها، والحرية والتغيير يعني بأمانة هي كل ما مرة بتحاول تهزم الثورة، كويس؟ لما وقعوا الاتفاق الأول الوثيقة الدستورية والوثيقة السياسية احنا كنا رافضينها، لأنه عارفين حتفضل حكومة ما حتحكم. ما في حاجة اسمها تسوية، في عملية سياسية. إذا احنا في الشعب السوداني في الشارع شايفين انه ده إذا رضى بها بتمشي عملية سياسية، لكن ما في تسوية، ما في تنازل. أيوة حكومة مدنية، حرية وسلام وعدالة. نحن دارين دي، نحن العسكر حكموا 5 سنة ما شفنا منه الحاجة غير البلد دي راجع عليه ورا. أنا رأي فيهم أقول لهم يا أخي قراركم دي بلوها في مو يشربوها، فنحن رافضين تماما أي تسوية تحصل، دارين حقنا كامل يعني. من الخرطوم عبر الهاتف ينضم إلينا الكاتب الصحفي عمار عوض. سيد عمار صباح الخير وأهلا بك معنا. بداية، من هي هذه الجهات المندسة برأيك التي تحاول زعزعة الأمن في السودان؟ جهات كثيرة، منها من هم غير راغبون في الوصول لاتفاق سياسي في الخرطوم، وعبروا عن ذلك بكثير من الأشكال في إصدار بيانات. وللغرابة أن الذين أصدروا هذه البيانات هم ينتمون كانوا ضمن إطار النظام القديم، إذا كانوا في تحالف الشريعة والقانون، أو حتى إذا كانوا الذين على الضفة الأخرى المعاكسة تماما من حيث الأفكار، الذين أيضا هم يرفضون الوصول لاتفاق سياسي مثل ما عبروا عن ذلك كثير من المواطنين بدوافع مختلفة. هؤلاء يريدون أن يتم كما قالوا هو إنهاء إسقاط الانقلاب أو إنهاء الانقلاب وتكوين كحكومة مدنية بالكامل.
المشكلة الأساسية التي يعاني منها السودان هذه الأيام هي أنه اتجاهات الأفكار السياسية متوازية ولكنها تسير اتجاهات عكسية في نفس الوقت. وفي نفس الآن والأوان أن القوى السياسية التي نشطت في إطار الوصول لاتفاق سياسي، هذه القوى السياسية لم تكن من الجراءة بمكان لمصارحة الجماهير بما يجري في طاولات التفاوض، بما يجري في طاولات النقاشات، وفي الوقت الذي تفاجأ فيه شعب السوداني بأن هنالك اتفاقا سياسيا قادما، هذا الشعب خرج ضد الاتفاق لأنه لا يعرف فحواه. سيد عمار، بشكل شخصي، ما الذي يجعل هذه الاتجاهات العكسية كما أشرت حضرتك تسير في اتجاه واحد؟ ماذا ينقص؟ ما ينقص هو البعد عن الذاتية والنظر إلى الموضوع، بمعنى أن الذين يريدون أن يسقطوا هذا الانقلاب وتكوين الحكومة المدنية لا يريدون هذا الأمر إلا أن يكون بأيديهم فقط، ليس as a team work، ليس مع مجموعة متكاملة. إذا نظرت لي الشباب الموجودين في الشارع الذين يثبتوا مرارا وتكرارا رغبة الشعب السوداني في دولة مدنية، هم يطالبون بعودة العسكر للسكنات وتكوين حكومة مدنية. في نفس الوقت قوى الحرية والتغيير التي تنشط في هذا الأمر هي أخرى. الاتفاق السياسي الموعود الذي تسرب هو يتحدث أيضا عن عودة العساكر العسكر للسكنات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتكوين حكومة مدنية ورئيس الحكومة المدنية ورئيس المجلس السيادة يمكن أن يكون شخصية مدنية، وهنالك اتفاقات وأخذ ورد وعطاء في هذا الأمر. وبالمقابل أيضا الطريق الثالث الموازية له هو إذا كان من قوى النظام القديم أو إذا كان من الغاضبون من إبعادهم من عملية الاتفاق السياسي أو إخفائهم، هم أيضا يتحدثون عن حكومة مدنية ولكن يقولون بأيدينا فقط وليس بأيدي الآخرين. ما ينقص الثانيين هو البعد عن الذاتية، مكاشفة الجماهير بالتطورات السياسية لحظة بلحظة حتى لا تتفاجأ وتقوم بتخريب هذا العمل السياسي. سيد عمار، في ظل هذا التعقيد والنقطة الأبرز هي البعد عن الذاتية كما أشرت حضرتك، هل يمكن لاستمرار التظاهرات أن تضغط للوصول إلى حل عجزت كل المبادرات والحوارات السياسية أن تصل له؟ نعم، التظاهرات يبدو أنها ستكون مستمرة. المشكلة الأساسية هو أن الاتفاق السياسي هو أقرب ما يكون. كل الإشكالات السياسية، جنوب السودان دخل في حرب مع الخصوم ومع الجيش السوداني وفقد أكثر من 2 مليون شخص، وبعد 21 عام أنهيت هذه الحرب وليست التظاهرات باتفاق سياسي. الخرطوم نفسها عندما أسقطت نظام البشير سقط أكثر ارتقت وليس سقط أكثر من روح 200 روح، وانتهى هذا الأمر أيضا باتفاق سياسي. التظاهرات هذه ستستمر شهرا بعد شهر، عاما بعد عام، ولكن في النهاية أيضا تحتاج اتفاق سياسي. طيب ما تفسيرك لقلة أعداد المتظاهرين يوم أمس؟ نعم، المشكلة الأساسية أن هنالك كما قلت لك في البداية هنالك لا أقول توزيع أدوار، تباين حول المطالب. إذا لاحظنا أن هنالك كثير من الجمهور ومن الشعب السوداني يعلم من الوسائط ويعلم من كل الإنترنت ومن غيره ومن التصريحات التي تأتي في قناتكم الموقرة أيضا أن هنالك اتفاقا سياسيا موعودا قادما، بالتالي كثير من الناس ينتظر حتى يرى نتيجة ما يمكن أن يخرج به هذا الاتفاق. ولكن النخبة الثورية ممثلة في لجان المقاومة والقوى الحزبية الموجودة معها هي التي خرجت للشارع السوداني. السودانيين يحتاجون فقط للمكاشفة، يحتاجون فقط للشفافية. أعتقد أن كثير من الجمهور الموجود في الشارع أمس والذي سيخرج اليوم وبعد غد، إذا تميز القادة السياسيين بالجراءة السياسية وعدم
كما يقولون اللعب بالثلاثة ورقات، أنه تتفاوض وتخرج للشارع تقول نعم سيد عمار وهكذا. بالتالي يبقى عليك كما قال المغني، لو وصلت لك للرجعة تاني عرفتها، لا وصلت لقوة الشارع وأصبحت منها نعم. رجعت للاتفاقات السياسية التي نعم. تقوم بعملها نعم. شكرا لا يضر. نعم شكرا على كل ما قدمته لنا من إيضاحات الكاتب الصحفي عمار عوض. ننتقل إلى العراق، حيث شهدت العاصمة بغداد ومحافظات أخرى عصر يوم أمس مظاهرات شعبية لإحياء الذكرى الثالثة لحراك 25 من تشرين. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الأمن فرقت المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة، فيما أعلن قائد عمليات بغداد الفريق أحمد سليم إعادة فتح جسر السنك وساحتي التحرير والطيران بعد الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضت لتأمين تلك التظاهرات. وسياسيا، أفادت مصادر برلمانية بأن رئيس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني أرسل طلبا للبرلمان لعقد جلسة يوم غد الخميس للتصويت على تشكيلته الحكومية، وسط توقعات بأن يقدم السوداني كابينته باستثناء وزارتين سياديتين. إذن وسط مربعات أمنية مقطعة الأوصال، أحيا ناشطون في بغداد ومحافظات أخرى جنوب العراق الذكرى الثالثة لاحتجاجات أكتوبر، حيث قطعت القوات الأمنية معظم الجسور الرابطة بين الكرخ والرصافة في مقدمتها تلك القريبة من ساحة التحرير، وسط حالة من الانقسام بين جماعات الحراك انعكست على المشاركة في المظاهرات. وتزامنا مع ذكرى حراك تشرين، أصدر القضاء العراقي حكما بالإعدام بحق قاتل الناشط المدني ثائر الطيب، فيما وصف بالمحاولة لتهدئة الشارع، رغم أن ناشطين يشيرون إلى أنه منذ تظاهرات العام 2019 وحتى الآن فإن أعداد القتلى تجاوزت الآلاف، سواء بالاغتيال المباشر أو الاختطاف دون أن تتم إدانة أحد من الجناة. من جهة أخرى، تحذر أطراف عراقية من محاولات بعض الفصائل استثمار الوضع السياسي الراهن لإطلاق سراح عناصر مسلحة معتقلة بتهم تتعلق بقمع الحراك. وحذر ناشطون من فرضية الإفلات من العقاب للمتورطين في الاغتيالات، خاصة مع تأخر حسم القضايا في المحاكم العراقية، فيما نفى مصدر قضائي للشرق الأوسط إمكانية إطلاق المتورطين في جرائم القتل التي جرت خلال الاحتجاجات. نقاشا لكل ذلك من أربيل، ينضم إلينا الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. دكتور مهند صباح الخير، أهلا بك معنا. هل هي فعلا برأيك محاولة لتهدئة الشارع العراقي بإعلان السلطات الآن تحديدا عن إعدام متهم بقتل ناشط؟ صباح الخير أستاذ روناك، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أعتقد بأنه إذا نتحدث عن السلطات، تصور بأنه نحن في مرحلة انتقالية من حيث التوجهات السياسية. نعلم جميعا بأنه حكومة السيد مصطفى الكاظمي هي ربما في أيامها الأخيرة وهذا الأسبوع ستكلف حكومة جديدة. فيما يتعلق بالإجراءات، أتصور بأنه تقديم مجرم ارتكب جريمة بحق الطيب والشهداء الآخرين هو ليس بمستوى كمية الإجرام والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت
ضد شباب تشرين وبنهج وسلوك سياسي من قبل سلطة سياسية كانت في ذلك الوقت ومدعومة من ميليشيات وفصائل مسلحة. عملية التهدئة أتصور بأنه لن يهدأ الشارع العراقي حتى وإن كان يعني عدد المحتجين في تناقص، لكن لن يهدأ الشارع العراقي ما لم يحاكم القتلة باعتبار أنه ما تم ارتكابه في تشرين الأولى في عام 2019 نعم. وجرائم ضد الإنسانية مسؤول عنها حكومة دكتور مهند المهدي والفريق. لماذا برأيك حتى الآن لم يتم محاسبة المتهمين بقتل المتظاهرين؟ مرت 3 أعوام حتى الآن. بالضبط أستاذ روناك، وهذه هي المشكلة الحقيقية. يعني جرائم لا تسقط بالتقادم، والآن يعني عنوان الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا الذين تعرضوا، أعتقد بأنه يتصدر القضايا العراقية الداخلية على مستوى العلاقة ما بين السلطة السياسية وما بين الشعب العراقي أو قوى الاحتجاج. بالتالي أتصور بأنه حتى لو سوفت قضية محاسبة قتلة المتظاهرين والجرائم التي ارتكبت وجرائم الاغتيالات، أعتقد بأنه هذه القضية هي ستبقى المتصدرة، وسيأتي أو سيحين الوقت الذي ينصف فيه الضحايا وينفذ القانون على كل من يعبث بأمن الدولة وبحياة المواطنين. طيب سياسيا، من المرتقب بيوم غد أن يعلن رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عن تشكيلته الوزارية، هل برأيك ستبصر النور هذه الحكومة مع وجود لغط على وزارتين هما المالية والداخلية؟ أكيد طبعا يوم غد تصور بأنه صدر يوم أمس، طلعنا على الكتاب الموجه من المكلف إلى مجلس النواب لتحديد الجلسة. بالتالي أتصور بأنه كل المؤشرات تميل إلى أنه حكومة السوداني ستمنح الثقة يوم غد، سواء بكابينة متكاملة أو حتى بكابينة غير مكتملة قد تؤجل هذه الوزارات. لكن أعتقد بأنه نحن سنبدأ فصلا جديدا فيما يتعلق بالأزمة السياسية العراقية. تشكيل الحكومة ومنح الثقة للحكومة هو ليس نهاية المطاف، باعتبار أنه المدخلات التي تشكلت بها حكومة السيد السوداني هي لا تختلف عن المدخلات التي تشكلت بها الحكومات ما قبل عام 2019 والتي انتفض في ذلك الوقت شباب تشرين وأسقطوا الحكومة. الآن نحن أمام نفس المدخلات فيما يتعلق بالمحاصصة، بالتوافق، بالعلاقة أو يعني فرصة وصول السلاح السياسي الى قرارات مهمه او مراكز مهمه في القرار السياسي. طيب. هذا بحد ذاته ازمه جديده في العراق. دكتور مهند، بالاضافه الى المدخلات التي اشرت اليها حضرتك، تمسك الاطار التنسيقي باستلام وزارتي الماليه والداخليه، هل يمكن ان يخلق ازمه جديده سياسيه؟ يعني إذا كان على مستوى الإطار، أعتقد بأنه الأزمة هي لا تزال موجودة، والخلافات هي بكل تأكيد ستكون موجودة في العلاقة بين الأطراف المكونة للإطار، وهذا سينعكس بالتأكيد أستاذ روناك على أداء رئيس الوزراء المكلف الذي سيمنح الثقة يوم غد في حريته فيما يتعلق بإدارة الدولة. من جانب آخر فيما يتعلق بالعلاقة بين من يمتلك هذه الوزارات مع القوى السياسية الأخرى، أتصور بأنه بكل تأكيد هذا أيضا سيكون مدخلا لأزمة أو لتوتر العلاقات السياسية بين الأطراف السياسية. على سبيل المثال وزارة المالية هي من الوزارات المهمة فيما يتعلق والسيادية، وكان لإقليم كردستان على سبيل المثال مشاكل مع الوزارات السابقة، لا سيما وأنه نتحدث عن هذه الوزارة تنتمي إلى فريق الكتلة الأكبر التي يعني هي برئاسة مرشح الإطار التنسيقي. إذن أقول بأن وزارة النفط، وزارة المالية، بعض الوزارات الأخرى قد تصدع العلاقة مع الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة تحت عنوان ائتلاف إدارة الدولة، والذي هو تشكل بالأساس فقط لنقل العلاقة من حكومة تصريف أمور يومية إلى حكومة مكتملة الصلاحيات، وهو لا يعبر عن ثقة حقيقية بين كل القوى السياسية. شكرا جزيلا على كل ما قدمته لنا من إيضاحات من أربيل، الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية، شكرا لك. ننتقل الآن إلى الزميل توني في غرفة الأخبار لمعرفة نتائج تصويت يوم أمس. توني أهلا بك مجددا، ماذا لديك؟ ماذا رصدت؟ نعم روناك، إذن مشاهدينا سؤالنا للأمس كان متعلقا برئيس الحكومة البريطانية الجديد
ريشي سوناك وحظوظه بتخطي الأزمات المتعددة بعد إخفاق سابقته ليز تراس. و64% من المصوتين رأوا أنه لم يتمكن من النجاح، فيما 36% كانوا أكثر تفاؤلاً واعتبروا أنه قد ينجح في تجاوز الأزمات التي تعصف ببريطانيا. عودة لك روناك. شكرا لك توني، وسنكون معك أعتقد نعم. مجددا خلالنا في سؤال آخر. نعم شكرا أهلا لك. بك مجددا فيما بعد. شكرا لك. إذا مشاهدينا ونشرتنا مستمرة، وفيما بعد الفاصل، رغم الانتقادات لبنان يبدأ ترحيل السوريين إلى بلادهم اليوم. أنت تشاهدين الآن هذه المجموعة من المتظاهرين من أنصار تشرين. ما الذي تغير على صعيد المشهد السياسي وعلى صعيد تحقيق مطالب المحتجين آنذاك؟ الحكومة الآن في أعلى درجات ضبط النفس، المؤسسة الأمنية بالتحديد يعني. كيف يمكن لهذه الأحزاب أن ترى نفسها خارج أي حكومة مستقبلية؟ ارتباط هذا القصف الآن كيف يحلل؟ ما هو منطقه بهذه الكثافة؟ إيران لا تريد اليوم أن يعود العراق إلى حاضنته العربية. من خلف جسر الجمهورية ما زال يغص بالمتظاهرين، البعض منهم يرفع صور الضحايا الذين سقطوا في تظاهرات تشرين 2019. ليس فيه انتماءات سياسية للتيار أو الإطار، أم أنه شارع مختلف تماما عن شارع التيار الصدري الذي كنا نتابعه؟ طبقة سياسية ما زالت تمتلك النفوذ والقوة والسلاح. أعتقد يحتاج العراق إلى وقفة جدية. كما تشاهدون في هذه الجولة الحصرية لقناة الحدث، يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. بعد جدل كبير سببته لافتات ترويجية في شوارع تونس تروج للطلاق وتسهيل إجراءاته للتونسيين، أغلق الموقع الإلكتروني الذي نشر اللافتات بعد أن استفز فحواها الشارع التونسي الذي اعتبرها تشجع على هدم وتفكيك الأسرة. أكد عميد المحامين إجراء المعاينات اللازمة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل مدنيا وجزائيا ضد أصحاب الموقع الذي يزعم تقديم خدمات استشارية لتسهيل إجراءات الطلاق. وأنت تمر بأحد شوارع العاصمة وأنهجها ستعترضك على غير العادة لافتات عملاقة كتب عليها ما يلي: طلاق، القرار قرارك، ونحن نتم الإجراءات. هذه اللافتات تضمنت موقعاً إلكترونياً يكفي أن تزوره حتى تجد الإجراءات المتبعة وكيفية إتمام عملية الطلاق. الحادثة أغضبت المحامين الذين اعتبروا أن من شأن هذه الإعلانات أن تشجع على الطلاق من جهة، وأن تسطو على دور المحامي في التقاضي من جهة أخرى. سنتشكى جزائياً للكشف عن نأس ذم ويتحالوا على الجزائر لنيل جزائهم باعتبارهم مخالفين القانون مخالفة كاملة، وأيضا قضية استعجالية مسألة أخرى لرفع هذه اللافتات لتفادي هذا الضرر اللي باش يتفاق. أصحاب هذه الشركة الجديدة عرفوا أنفسهم بأنهم مجموعة من الخبراء في عديد المجالات، وأن هدفهم توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة، أمر استهجنه بعض التونسيين وربطوا ما يحدث بتدهور الوضع الاجتماعي. وسائل الاجتماعية عندها سبب كبير في الطلاق من الإعلانات، نظرا للعوامل الاقتصادية، المرأة تجري ما تلحق تخدم والراجل يخدم، فهمت ولا، وما يقاوش باش يربي الولاد.
أما المختصون فقد فسروا المسألة بالتغير العمراني الذي تشهده البلاد وتفكك الروابط الأسرية. إلى جانب بالطبع تفكك الروابط الأسرية ووجود روابط أخرى، ابتعاد محيط الأسرة عن بعضه، ابتعاد العائلات عن بعضها وحتى الجيران، يعني تغير كامل للعمران البشري في تونس. ورغم أن نسب الطلاق في تونس تعد من الأرفع عربيا ودوليا، إلا أن مثل هذه المسائل تبقى وليدة التحولات التي يعرفها المجتمع التونسي، والحسم فيها يعود إلى القضاء. لا تعكس إعلانات المساعدة على الطلاق الاستثمار في مشاكل العائلات التونسية والاعتداء على مهنة المحاماة بقدر ما تعكس ارتفاع عدد حالات الطلاق والتفكك الأسري الذي صار يعاني منه التونسيون جراء عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية طارئة وفق المختصين. وليد عبدالله، الحدث، تونس. نقاشا لذلك من تونس ينضم إلينا القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح. سيد عبد الحميد، صباح الخير، أهلا بك معنا. هل هذا الموقع أخذ ترخيص من جهات رسمية قبل البدء بمزاولة مهامه ونشر لافتات في الشوارع، أم بدأ العمل دون أي ضوء أخضر من السلطات؟ ما رشح من أخبار على الأقل وما ذكر من قبل عميد المحامين أن هذا الموقع صاحبه أو مؤسسه كان يعيش بالخارج، وبالتالي اصطحب معه لدى عودته إلى تونس بعض المفاهيم القانونية والتجارية التي قد تكون ممكنة وصالحة في البلاد الذي كان يعيش، ولكنها في تونس تصطدم بجملة من العوائق، أولها العائق القانوني وثانيها العائق الأخلاقي، باعتبار أن القانون التونسي يمنع الترويج لما يسمى بالمهام القضائية، كما يمنع أن يكون الطلاق عبر وساطة بغير المختصين. ومن جهة ثانية هناك الإشكال الأخلاقي المتمثل في أن بنيتنا وثقافتنا الاجتماعية وإن كانت تبيح الطلاق قانونا وأخلاقا، فإنها ودينا وقانونا وأخلاقا، فإنها لا تقول بالحث عليه أو بالتشجيع عليه. بالمحصلة فإن هذا الشخص وإن كان مرخصا له قانونا في تكوين الشركة أو في أن يشهر لشركته، فإنه غير مؤهل قانونا لأن يذهب إلى ما ذهب إليه. طيب، إذا كان السياق الذي ذهب إليه هو غير قانوني، هنا سيد عبد الحميد، ما العقوبات التي يمكن أن تلحق بالمتهم أو المتهمين على فتح هذا الموقع بالاستناد إلى القانون التونسي؟ هناك مساران، المسار الأول هو ما قد نسميه المسار الإداري والمسار المدني، والمتمثل في الرفع الفوري للافتة، وهذا قد تم فعلا وقد رفعت اللافتات، كما أن هذا الموقع قد أغلق نهائيا من قبل صاحبه. هذا هو المسار، ما قد نسميه المسار الإداري أو المسار المدني. أما المسار الجزائي فستحدده الجهات المختصة المتمثلة في النيابة العمومية التي لها وحدها أن تكيف هذا الفعل إن كانت قد تشكلت منه جريمة أو هو مجرد خطأ مدني أو خطأ إداري. وما تسرب من أخبار أن النيابة العمومية قد تعهدت فعلا بهذا الملف وهي وحدها المختصة بالنظر. ألي هذا الحد هناك حالات طلاق كثيرة في تونس؟ سيد عبد الحميد، استدعت من هذا الشخص أن يفكر في فتح هكذا مشروع؟ ظاهرة الطلاق في تونس حتى الإحصائيات في تونس تشير إلى أنها موجودة، ولكن عكس ما يروج له البعض فإن نسبتها تعتبر نسبة معتدلة أو عادية مقارنة بالمجتمعات المقارنة وبمجتمع بالثقافات التي تشاركنا الانتماء الديني والحضاري والقيمي إن صح استعمال العبارة. ولكن ربما ما أثار بالنسبة إلى هذه الواقعة بالذات وما فاجأ التونسيين والمتابعين هو أن تنتصب
لافتة فيها البعد الإشهاري وعلى مساحة كبيرة نسبيا وفي شوارع وأنهج معروفة في تونس وتشير أو تحث على هذا المنهاج. ربما هذا ما فاجأ التونسيين وما عاد إلى الأذهان من جديد وما أرجع إلى طاولة النقاش مسألة الطلاق في تونس. نعم. وإن كنت كما قلت أعتقد أن نسبها عادية مقارنة بمثيلاتنا من البلدان. شكرا جزيلا على كل ما قدمته لنا. حدثنا المحلل القانوني والمحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح، شكرا لك. إذن مشاهدين، بدأت اليوم عودة الدفعة الأولى من اللاجئين السوريين في لبنان، حيث أعلن وزير المهجرين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عصام شرف الدين أن 3 قوافل للاجئين ستتوجه إلى سوريا اليوم الأربعاء. ونقل الإعلام المحلي عن شرف الدين قوله إن عدد النازحين العائدين إلى سوريا سيبلغ 6,000 شخص، مشيرا إلى أنهم سيتوزعون على دفعتين. وكان مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم أعلن في وقت سابق عن بدء تسيير رحلات لنقل النازحين السوريين العائدين إلى بلادهم طواعية على حد قوله. من عرسال الحدودية ينضم إلينا مراسل الحدث محمود شكر. محمود صباح الخير، كيف تسير عمليات نقل اللاجئين إلى سوريا؟ هل كما مخطط لها؟ وأين وجهتهم تحديدا عندما يصلون؟ نعم، كيف تسير هذه العملية؟ سأذهب مباشرة بالصورة التي تتحدث عن هذا المسار. كما نشاهد الآن هذه اللجنة هي تابعة للأمن العام اللبناني والتي حضرت من بيروت أو من منطقة البقاع، وهي متخصصة في الشق الإداري، بالإضافة أيضا إلى الضباط الذين حضروا من عدة أجهزة أمنية وتحديدا في الأمن العام اللبناني. بالمقرب الآخر نجد إلى أن هذا النازح السوري مع عائلته، هو وأشقاء له أو أولاد له، يقدم أوراقه الآن إلى العنصر. الآن نعم، الآن الضابط يشرف على هذه العملية. نعم. هذا في الجزء الإداري والجزء الأمني يحصل. بالمقرب الآخر هذا الجزء من النزوح السوري من الناس، نشاهد هذه البيكاب الصغير، وعلى سبيل الذكر هذا بيكاب سوري، يعني هو دخل في قضية النزوح في 2011. هذه المجموعات الكبيرة الآن من النازحين كما نشاهدهم، هم يأتون إلى هذا التجمع الكبير من مخيمات النزوح في عرسال إلى هذه النقطة. الأمن العام اللبناني الآن كما نشاهد العنصر يدقق بالأوراق، ثم بعد ذلك تنتقل العملية من هنا إلى المقرب الآخر، إلى معبر يسمى معبر الزمراني، بمعنى أنه 15 كيلومتر يبعد عن هذه النقطة كما نشاهد. وإذا أخذنا هذه الصور المباشرة التي نحن فيها، نشاهد إلى أن هذه التجمعات الكبيرة لعشرات أو تقريبا لربما يكون 100 من البكبات التي على امتداد الطريق إلى 2 كيلومتر وبهذه البقعة، هي لحافلات، لبكبات، لسيارات، أيضا كان لتركتورات زراعية. كل هذه السيارات والذي هو الآن هنا يجهز نفسه باتجاه الداخل السوري. محمود، بالإضافة أيضا إلى مجموعة كبيرة. نعم، هناك حافلات كبيرة أو سيارات كبيرة كما أشاهد، هذه لنقل أمتعة اللاجئين الذاهبين إلى سوريا؟ نعم، الذي يجري هو أن كل عائلة تقوم بعملية فك الأثاث وأيضا الذي هو معها من خيمة أو من شقة مفروشة، وتأخذ كل احتياجاتها التي كانت تستعملها عبر السنوات الماضية. لا يوجد حد لما تريد أي عائلة أن تأخذ يا محمود، بإمكانها أن تأخذ ما شاءت من أمتعة أو أغراض؟ لذلك نعم،
لذلك سأذهب معك إلى هذا البكام. كيف نشاهد الآن يعني الغسالة، البراد، خزان مياه البلاستيك، الفرش، الحاجات، كل هذه الحاجات. في شيء تركت هون بالخيطك حجي؟ شو تركتي من الخيام؟ ما بيأثر إنه شو المشكلة؟ تركت شيء من الخيام أو أخذت الخيمة كلها سوا؟ كل شيء. أنت سائق لبناني. نعم، هون على سبيل المثال إنه هو سائق لبناني صاحب بكاب يقوم بنقل العائلة، عملية توصيل إلى الداخل السوري، ثم بعد ذلك نحترم الخصوصية إن كانت السيدة لا تود أن تظهر على الشاشة. محمود، أيضا أود أن أسألك. لا تريد. نعم، ذكرت أن الإشراف الإداري والأمني هو من أشخاص كما فهمت منك تابعين إلى لبنان. هل هناك إشراف من جهات أممية، منظمات أممية، أم هو فقط إشراف محلي؟ الإشراف المباشر التنفيذي الإداري بعملية الأوراق إذا كانت مستوفات للشروط هي بطبيعة الحال عند جهاز الأمن العام اللبناني. هذا الجهاز الذي يأخذ على عاتقه عملية التدقيق بالأوراق، وهو يختم من يريد، كما نشاهد الآن يعني ضابط الآن في الأمن العام يدقق معه وثم بعد ذلك يعطيه. أما بالنسبة يعني لأنه هو صاحب الاختصاص الإداري والأمني، أما بلجنة المراقبة أنه إذا كانت هذه الأمور هي تجري ضمن غير ضغط وطوعية، هي لعدد كبير من المنظمات. يعني على جوانب الآن نجد العدد من الموظفين حتى من أجانب ومن موظفين من المنطقة هم يدققون في كل سيارة تخرج وفي كل بكاب بالأعداد، وأيضا يسألون إذا كان هنالك من ضغوطات مورست عليهم. وكما نشاهد أيضا بزميلي زياد هذه المجموعة الآن، هذه الصبية تدقق الآن، تكتب بماذا يجري الآن بهذا البكاب الذي يخرج. بقي لنا وقت قصير. عاد الآن وزير الشؤون، عاد وزير الشؤون الاجتماعية الآن من جديد، عاد وزير الشؤون الاجتماعية من جديد إلى البلدة بعدما كان هو على مدى يومين، يعني على مدى يومين هو يتابع هذه العملية، وكانت لنا معه مقابلة في ساعات الصباح الأولى. هو عاد الآن، شو ما عليك شو فيه؟ يلا شو صغيري، برجع نحكيكم كلكم. الأمور جيدة حتى هذه الساعة 3 ساعات، ما عليك بس في نقطة صعبة شوي، عدد كبير من البيكأبات عم توصل وبعدين عم ترجع، ليش؟ شو السبب؟ بدنا نسأل الأمن العام، أنا ما كنت هلا هون. نعم. يلا. بس إنه بس الأمور على ما هو مخطط عليه. الأمن العام وهي هذه الشحنات عم تطلع. يلا. أوكي معاليك، شكراً لك، شكراً معاليك. نعم. هذه الوزير أشار إلى الأمن العام عنده مشكلة بقضية الأوراق، سنذهب هلا لنسأل الأمن العام لأنه لا يستطيع أن يتحدث مباشرة. أعتقد يا محمود. طيب بشكل سريع جداً يا محمود. نعم، سنسأل أنه لماذا عدد كبير من البكابات؟ هذا البكاب من المفترض أن يتوجه إلى الزمراني، في عدد كبير منهم يعود إلى المخيمات. يقولون إن أن الموافقات الأمنية لم تأتي أو عليه بعض الملاحظات، هنالك سوء تنسيق يتم يعني على الأرض تنفيذيا. أشارت بعض المصادر في الأمن العام إلى أن هنالك حملة أخرى ستتم في الأسبوع القادم بعد يقوم اللواء عباس إبراهيم بعملية اتصال مع الجانب السوري لتذليل هذه العقبات حتى لا يكون هنالك ثغرات. محمود، بعمليات نعم. وقتنا انتهى تماما، شكرا جزيلا على كل ما قدمته لنا من معلومات، وسنكون معك خلال نشراتنا اللاحقة لمعرفة مزيد من التفاصيل. محمود، شكرا جزيلا لك. أفادت منظمة هنغاو الإيرانية لحقوق الإنسان بفرض نظام أجواء أمنية مشددة في مدينة سقز مسقط رأس مهسا أميني التي يصادف اليوم الأربعاء ذكرى مرور 40 يوما على وفاتها. أوضحت المنظمة أن قوات الأمن الإيرانية انتشرت في الشوارع خشية انطلاق مظاهرات جديدة تمت الدعوة إليها اليوم، وينتظر ألا تقتصر الاحتجاجات على مدينة سقز وأن تتعداها إلى مختلف المدن الإيرانية. منذ 40 يوما قتلت مهسا أميني، ومنذ 40 يوما الشارع لم يصمت.
وبين هتافات الطلاب وهتافات العمال انتفاضة ترفض أن تنتهي. فمقتل الفتاة التي كانت تحب الحياة هز إيران والعالم. الاحتجاجات لم تقتصر على أهل أميني وسكان منطقتها من الأكراد والمحيط، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك. أبرز المتظاهرين كان من المثقفين والعمال وطلاب الجامعات والمدارس، ومطالبهم هي دعم العمل الجماهيري ضد النظام الإيراني وأجهزته المتهمة بالقمع، وإبقاء شعلة الاحتجاجات متقدة، ومطالبة النظام بإطلاق سراح المعتقلين من الأطفال والعمال والمعلمين بشكل فوري. النظام توقع مراراً أن الحراك يحتضر ويكاد ينتهي. المرشد والحكومة وأجهزتها الأمنية أعلنوا الرد بالقوة دون هوادة أو استثناء، وفي الأثناء سقوط الدم استمر. منظمة حقوق الإنسان الإيرانية وحسب مديرها محمود أميري قالت إن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى نحو 234، مشيرة إلى أن هناك 29 طفلاً بين هؤلاء. المنظمة أكدت أيضاً مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بإطلاق نار في مدينة زاهدان جنوب شرقي إيران، أحدهما ضابط برتبة عقيد. ما بدأ حراكاً ينادي بالحرية للنساء تحول شيئاً فشيئاً لترديد شعار يعود في كل مرة يتحرك فيها الشارع الإيراني: الموت للديكتاتور. مع تسلم ريتشي سوناك رئاسة الحكومة في بريطانيا، عين العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا للحزب الحاكم في البلاد. غرد الزهاوي عبر تويتر معربا أنه شرف عظيم له أن يكون رئيساً للحزب الذي انضم إليه عندما كان شاباً، وأنه يتطلع لدعم سوناك عبر هذا الدور وفي الحكومة. ننتقل من جديد إلى الزميل توني لنتعرف عليه أكثر. توني، إذن من هو الزهاوي؟ رصدت الكثير من المعلومات بحسب ما علمت، ماذا لديك؟ نعم، هذا ما سنعرفه بعد قليل. نعم، إذا المشاهدين، ناظم الزهاوي هو كردي عراقي من مواليد عام 1967 ولديه 3 أطفال، وأصبح رئيسا للحزب الحاكم في بريطانيا، حزب المحافظين. متزوج منذ 2004 من لانا فوزي جميل صائب، مديرة شركة تجارية وناشطة في مجال العقارات. بحسب وسائل إعلام بريطانية، فإن الزهاوي هاجر مع أسرته التي غادرت العراق هربا من نظام صدام حسين حين كان عمره 9 سنوات. تلقى تعليمه المدرسي في كينغز كوليدج في لندن، ثم الهندسة الكيميائية بكلية يونيفرسيتي كوليدج التابعة لجامعة لندن. كان وزيرا للتعليم بحكومة تيريزا مي، ووزير الخزانة لفترة وجيزة بحكومة بوريس جونسون، ومسؤولا بعدها عن توزيع لقاح كوفيد 19 فيها. أسس في عام 2000 وكالة متخصصة باستطلاعات الرأي وأبحاث السوق عبر الإنترنت. هذا كل ما لدي، يعود لك روناك. يعطيك العافية يا توني، ما بقيت معلومة عن الرجل ما جمعتها لنا. نعم، توجه روسيا اتهامات لأوكرانيا بالتخطيط لاستعمال القنبلة القذرة، بينما تنفي كييف هذه الاتهامات وتعتبرها حجة روسية للتصعيد. كل القنابل قذرة، فهي تحدث الدمار والمعاناة، لكن القنبلة القذرة التي باتت محور الاتهامات بين موسكو وكييف تختلف عن نظيراتها من حيث القوة والغرض منها أيضا. القنبلة القذرة تعد سلاحا تقليديا، وهي عبارة عن مزيج من المواد المتفجرة المزودة بمواد مشعة تنتشر في الهواء بعد التفجير، ما يجعل منها خطرا على المدنيين. لا ينتج عن تفجيرها انشطار نووي أو اندماج، ولا يتسبب بدمار هائل على نطاق واسع. أما القنبلة النووية فتحدث انفجارا أقوى بملايين المرات،
وتنشر سحابة إشعاع على مدى آلاف الكيلومترات المربعة، في حين أن الإشعاعات الناجمة عن القنبلة القذرة يمكن لها أن تنتشر فقط ضمن مساحة لا تتعدى بضعة كيلومترات مربعة. الخطر الأكبر للقنبلة القذرة مصدره الانفجار وليس الإشعاع، إذ أن الأشخاص القريبين جداً من موقع الانفجار فقط هم من يتعرضون لإشعاع يكفي للتسبب بمرض خطير حسب اللجنة التنظيمية النووية الأمريكية. فالغبار والدخان المشع يمكن أن ينتقلا إلى مسافة أبعد بحيث يشكلان خطراً على الصحة في حال استنشاق الغبار وتناول أطعمة أو مياه ملوثة. القنبلة القذرة لا تمتلك التأثير المدمر للانفجار النووي الذي نجم عن القنبلة النووية والتي ألقيت في ناكازاكي وتلك التي ألقيت أيضاً في هيروشيما باليابان قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، حين أسفر تفجير القنبلتين عن سقوط مئات آلاف الضحايا إضافة إلى تدمير مساحات شاسعة من الأراضي جراء التلوث الإشعاعي. بلال البجديني، العربية. وسؤال التصويت أيضا مع الزميل توني، ما هو يا توني؟ نعم مشاهدينا روناك، إذن سؤالنا لليوم يقول: هل فعلا سنشهد استخداما للقنبلة القذرة في أوكرانيا؟ ندعوكم للمشاركة في هذا التصويت، وإليك روناك. شكرا يا توني. ومشاهدينا وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.